بضوء أخضر سعودي، تحركات دولية للإطاحة بهادي وتنصيب أحمد علي صالح خليفة له. لنشاهد التفاصيل. بدأت تحركات دولية مؤخرا للإطاحة بعبد رب منصور هادي الرئيس المنتهي ولايته من سدة الحكم بضوء أخضر سعودي وتنصيب أحمد علي عبد الله صالح خليفة له. ونشرت صحيفة إلاف السعودية تصريحات للكاتب محمد الدليمي قوله أن الرياض تتجه بشكل جدي لإزاحة هادي من المشهد بذريعة وضعه الصحي المتدهور وكبر سنها. وأشارت الصحيفة إلى أن المرشح الأبرز حاليا لخلافة هادي هو أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق وسفير اليمني في الإمارات. وأوضحت أن دولا كبرى في مجلس الأمن الدولي تتحرك في هذا السياق حاليا منها روسيا والصين، واللتان تسعيان لرفع العقوبات عن أحمد علي. ومن جهتها كانت الإمارات قد تحركت في هذا المسار من خلال تنصيب أحمد علي رئيسا للمؤتمر خلفا لهادي، وذلك من خلال تنظيم اجتماع لحزب المؤتمر تمهيدا للتحركات التي تسعى لتنصيبه رئيسا للبلاد. وكانت وسائل أعلامية قد كشفت في وقت سابق عن إبرام نجل صالح اتفاقا بين فرع المؤتمر في الساحل الغربي الذي يقوده ابن عمه وذراع الإمارات العسكري هناك طارق، وكذا فرع المؤتمر في صنعاء بقيادة صادق أبو راس في محاولة منه لكسب أكبر كتلة في الحزب لصالحها.